بحضراتكم ولكم التحية. النهاردة سيادة الرئيس السيسي شهد افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. كمان شارك سيادة الرئيس في فعاليات مؤتمر القدس، وهذا المؤتمر كان رفيع المستوى اللي عقد بمقر جامعة الدول العربية. حضروا الرئيس عباس أبو مازن، وكمان حضروا الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. كلمة سيادة الرئيس النهاردة تناولت مجموعة من الرسائل المهمة. رسائل سيادة الرئيس في هذا المؤتمر في هذا التوقيت. خلينا نعرف تحليل ووجهة نظر معنا على التليفون، وخليني أرحب بدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم. أهلا بيك أستاذ علي. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. ورسائل اللي اتقالت النهاردة في المؤتمر من قبل سيادة الرئيس في غاية الأهمية، تحديدا في هذا التوقيت وما يحدث في إسرائيل، تعقيب حضرتك إيه؟ بالفعل أستاذ عزة، هو رسائل مهمة، توقيت مهم وتحمل دلالات مهمة. يعني أول الرسائل أن القضية الفلسطينية في قلب مصر وفي قلب أجندة السياسة المصرية، وأن مصر هي الدولة من أكبر الدول الداعمة دائما للشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة، ودائما مصر في كل الظروف دائما واقفة إلى الشعب الفلسطيني ومدافعة عن قضاياه وعن تحدياته وعن حقوقه المشروعة. هذه أول رسالة. الرسالة الثانية المهمة، وهي رسالة للداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي وأمريكا تحديدا وكل الأطراف، بأن لابد من السلام العادل والشامل هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التعايش بين جميع شعوب المنطقة. هذا السلام العادل يقوم على مفهوم محدد هو المستند للشرعية الدولية. دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين. وبالتالي هنا الرئيس السيسي أعطى رسالة بأن العنف والعنف المضاد، دائرة العنف لن تحقق أي أهداف لأي طرف، وأنه لابد من تحقيق السلام لأنه هو السياج الحقيقي الذي يوفر الأمن والأمان والاستقرار للجميع ولجميع شعوب المنطقة. هذه الرسالة المهمة خاصة جاءت بعد توقيت مهم شهدت فيه الأراضي الفلسطينية والقدس مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وبين قوات الأمن الإسرائيلية، وبالتالي دائما دائرة العنف وهذه المعادلة هي نتاج لغياب الحل الأساسي، المفتاح الأساسي هو حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. الأمر الثاني والرسالة المهمة الثانية هي أيضا التحذير من أن الإجراءات الأحادية الانفرادية، سواء انتهاكات القدس أو تهويد القدس أو انتهاك المسجد الأقصى أو مصادرات الأراضي أو التهجير أو غيرها من السياسات، هي في النهاية تؤجج العنف الذي يرفع منسوب التوتر في المنطقة ويدفع ثمنه الجميع. الأمر الثاني أنه لن يغير من أو يستطيع فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذه الرسائل الثلاثة هي رسائل مهمة في توقيت مهم، تؤكد دائما أن مصر مع كل قضاياها العربية، مصر دائما مع السلام ومع الاستقرار وترفض كل أشكال التطرف، كل أشكال العنف. وبالتالي هنا مدخل ورشدة واضحة للمجتمع الدولي، المجتمع الإسرائيلي تحديدا، لأن السياسات الأحادية التي يعني في سياق الحكومة الجديدة هي في النهاية ستؤدي وترفع من منسوب التوتر، ولابد من العقل، لابد من الحكمة، لابد من تعلم دروس التاريخ أنه لابد من السلام، وهذا السلام العادل هو اللي هو الضامن، ليس السلام على الطريقة الإسرائيلية التي يعني تستبعد حقوق مشروع الشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس الشرقية التي أكد الرئيس السيسي أنها عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذا هو الخيار وهذا هو السبيل لتحقيق الأمن لجميع الأطراف. طيب دكتور أحمد، النهارده كمان سيادة الرئيس ووغداء المنشات روسيا اليوم أنه السيسي يحذر من عواقب فرض أمر واقع والمساس بالقدس. تحليل حضرتك في تقديرك وتحليلك ما هي العواقب؟ دعينا نقول أستاذ عزة أن القدس هي أم القضايا، هي المفتاح الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق السلام. إذا كان السلام على الطريقة الإسرائيلية واستبعاد القدس لن يتحقق السلام أبدا، وسنظل في دوامة العنف والعنف المضاد، ولن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك هنا الرسالة أن مصر دائما ترفض تغيير الأمر الواقع، ترفض تغيير الوضع التاريخي للقدس. القدس قرارات الشرعية الدولية، هي أرض فلسطينية محتلة بعد 67. القدس والمسجد الأقصى يمس ليس فقط الفلسطينيين ولكن أيضا العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم. بالتالي أي صيغة للسلام لا تتضمن القدس بالتالي لن تحقق الاستقرار أو الأمن
للأطراف المختلفة. ومن هنا هنا القدس الرمزية الدينية أما القدس لها مدلول سياسي؟ بالطبع القدس كمسجد أقصى والقدس الشرقية كعاصمة نعم. للدولة الفلسطينية. هذا السلام وهذه الرسالة المصرية هي رسالة واضحة لجميع الأطراف، يتحث المجتمع الدولي خاصة الجانب الأمريكي الراعي الرسمي لعملية السلام أن يتحرك، لأن هذا السلام هو الذي سيحقق الأمن والمصالح جميع الأطراف، هو الذي سيهيئ بيئة المنطقة لانطلاق الازدهار والتعاون بين شعوب المنطقة. لأن غياب القضية الفلسطينية وغياب السلام العادل واستمرار الانتهاكات أو هذه الممارسات الانفرادية لن تزيد إلا الوضع اشتعالا، لن تزيد إلا منسوب العنف والتوتر، ويدفع ثمنها الأبرياء والمدنيين. دكتور أحمد، الحكومة الحالية حكومة نتنياهو وهي حكومة يمنية، هل حضرتك شايف أن تركيبة هذه الحكومة الحالية في إسرائيل حكومة نتنياهو تزيد الأمر تعقيدا؟ هي بالطبع تزيد الأمر تعقيدا، لأن هذه أول حكومة يا أستاذ عزة في تاريخ إسرائيل تجمع بين اليمين المتشدد واليمين الديني، يعني هي حكومة مزدوجة. كانت دائما كنا نتعامل مع اليمين فقط، اليمين المتشدد، لكن الآن اليمين الديني، وهذه المشكلة. وهذه التركيبة جديدة على حكومة بالطبع. على الحكومات الإسرائيلية، حتى هذه التركيبة جعلت الكثير من الإسرائيليين أنفسهم يشعرون بالفزع والاحتجاج ويرفضون هذه التركيبة، لأن وجود وزراء مسؤولين مثل إيتمار بن غفير ودرع وغيرهم هم يقولون إسرائيل يعتبرونها خطر على الدولة الإسرائيلية ذاتها وعلى الديمقراطية الإسرائيلية التي تقدم نفسها أنها دولة ديمقراطية. ومن هنا كثرة المظاهرات في إسرائيل. بالطبع، وهنا كثرة الصدرات، وهنا هذه الاحتجاجات. يعني في النهاية درس التاريخ يقول أن السلام العادل، أن تحقيق الحقوق المشروع على الشعب الفلسطيني هو الذي هيضمن وجود علاقات طبيعية ويضمن استقرار وأمن الجميع، وليس سياسة الأمر الواقع أو سياسة القوة أو الانتهاكات أو ادعاءات دينية، يعني وهي ليس لها أي أسس من الصحة، سواء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى أو غيرها من الادعاءات. وبالتالي هي بتزيد بهذه التركيبة الأمر تعقيدا وسوءا. بالطبع هي بتزيد تركيبها تعقيدا، يعني راينا حتى بعد تشكيل الحكومه بايام قليله، حتى يعني عندما قام الوزير إيتمار بن غفير بانتهاك حيث المسجد الاقصى، وبدت هناك ان هناك توجه رسمي، كان الاول المستوطنين المتطرفين يقومون، لكن الان وضعت ضوء اخضر ايضا، وهذا يدفع الجانب الامريكي والمجتمع الدولي الذي رفض كل هذه الممارسات الى التحرك بفعاليه. يعني نقول ان القضيه الفلسطينيه قد ربما طورت نوعا ما في ظل الازمه الاوكرانيه، في جائحه كورونا، ازمات عالميه، لكن الان هذه القضيه عاد مره اخرى. مؤتمر القدس اليوم يعطي رسائل مهمه للدعم للجانب الفلسطيني، ورسائل للاطراف المختلفه والجانب الاسرائيلي بان القدس هي قضيه عربيه واسلاميه، ان القدس عاصمه الدوله الفلسطينيه، انه لابد من تحقيق السلام، صفق حل الدولتين، ولا بديل غير ذلك، لان اي بديل او اي صيغه اخرى او قوه لن تقود الا المزيد من الدماء، مزيد من العنف والعنف المضاد. ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحكومة، حكومة نتنياهو بهذه التركيبة؟ يعني دعينا نقول أستاذ عزة، الموقف الأمريكي هو ضبابي، بمعنى أن أمريكا تقول أنها تتعامل مع تدعم أمن إسرائيل، تتعامل مع الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، وتقول أنها تتعامل مع الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. هذا ربما الموقف يعني ربما الذي ملتبس أو غير مزدوج، هو يشجع، يعني إن لم يكن هناك موقف ضاغط حقيقي سوف يشجع مزيد من الممارسات الحديه الانفراديه، سواء بناء المستوطنات او انتهاكات المسجد الاقصى، وهذا تعطي يعني تلقي بالزيت على النار. وبالتالي امريكا المعروف الرئيس بايدن عندما جاء وقال انه محل الدولتين وكان امرا ايجابيا، وعاد ربما بعد المساعدات الاقتصاديه الانسانيه للجانب الفلسطيني، لكن حتى الان لم يتحرك لترجمه حل الدولتين. هو مقتنع ويعرف جيدا انه لابد للفلسطينيين ككل حقوق شعوب الارض، هذا اخر احتلال في الدنيا، لابد ان يعيش في دوله مستقره امنه لها كافه الحقوق والواجبات الى جانب دوله اسرائيل. وهم يدركون زيك، لكن اعتبارات السياسه، الاعتبارات الانتخابيه، اعتبارات كثيره بتدفع دائما الموقف الامريكي الى ان يظل في المنطقه الرماديه، يعني الحديث امر شيء والضغوط الفعل على ارض الواقع امر اخر. نعم، وده ايضا بيزود الامر تعقيدا. بالطبع بيزيد الامر تعقيدا، ولابد ان تدرك امريكا، وهذه الرساله المهمه، ان مصلحه امريكا ومصلحه في الشرق الاوسط ومصلحه اسرائيل وكل الاطراف في تحقيق السلام العادل. هذا السلام العادل مفهوم واضح وقرارات الشريعه الدوليه وقرارات مجلس الامن الدولي، وهذا يتناسب حتى مع الحقوق الاخلاقيه. يعني لا يمكن ان يظل العالم في ازدواجيه، يعني يهب لنصر اوكرانيا وضد الجنين الاوكرانيين، ثم يتعامل مع الانتهاكات ضد الفلسطينيين بكل هذه السلبيه المبالاه. هذا بيعطي مبرر دائما
باستمرار دوامه العنف، ومن يدفع ثمنها هم الابرياء والمدنيين في كل على الناحيتين. تمام، بشكرك دكتور احمد، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. النهارده في النسخه السادسه من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، زي ما قلت لحضراتكم هيئة كان في كلام في غاية الأهمية. رئيس السيسي قال إنه اكتشاف منتدى غاز شرق المتوسط ده هيخفف أزمة الغاز في أوروبا. وزير البترول مهندس طارق الملا قال وأعلن عن طرح 3 مزايدات عالمية في مجال البحث والاستكشاف خلال 2023. رئيس شركة أباتشي العالمية قال إن مصر بتمتلك مجموعة متنوعة من الاستثمارات. خليني أرحب بالمهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. مهندس مدحت مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عز، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. خلينا نتوقف أمام هذه التصريحات وما تم في المؤتمر صباحا. خليني أبدأ من تصريح رئيس شركة أباتشي العالمية إنه مصر بتمتلك مجموعة متنوعة من الاستثمارات. بالضبط يا استاذ عز، مصر عندها تنوع كبير قوي في أنشطة قطاع البترول، وطبعا الأنشطة متنوعة وهي مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وقطاع التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وقطاع النقل والتوزيع والتصدير والبنية التحتية الخاصة بعملية تداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وخلافه. فطبعا عندها مصر عندها تكامل في تلك الأنشطة، وبالتالي عندها مصر توسعت مؤخرا في عمليات بناء مستودعات أو نسميها مستودعات ضخمة للبترول الخام والغاز الطبيعي، وفي نفس الوقت عملت توسع كبير جدا في مواني البترولية بأماكن متعددة. يعني نعم. أصبح دلوقتي مصر عندها القدرة على تداول المنتجات البترولية توريدا وتصديرا من منافذ متعددة جدا عبر مواني مصرية، سواء على البحر الأحمر أو على البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي مصر عندها القدرة على المناورة، خلي بقى حضرتك الأسعار اللي بتتداول اللي هي في منطقة الشرق اللي هي عبارة عن منطقة البحر الأحمر والخليج العربي بتختلف عن أسعار منطقة البحر المتوسط وأوروبا، وبالتالي هنا في تنوع سعري في المنطقة دي. مصر تعتبر البؤرة ما بين تلك المنطقة. وطبعا السبب الرئيسي أن مصر عندها منفذ العبور الرئيسي لعبور المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وخلافه عبر طبعا منفذ قناة السويس. طيب هل ده بيعزز فكرة الاستثمار عند الشركات العالمية دكتور مدحت؟ طبعا هنا الموقع الجغرافي المميز جدا لمصر في هذه المنطقة بيعزز جدا تكالب الاستثمارات العالمية في الاستثمار في مصر في مجالات متعددة، ولكن هم ليهم طلبات خاصة. يعني هم الاستثمار، هم كل الشركاء الأجانب نتيجة المنافسة العالمية هم ليهم طلبات، خصوصا في الحوافز اللي بتقدمها الدولة لجذب تلك الاستثمارات في مصر. أما هم يهمهم اللي هي فكرة الإعفاء الضريبي لفترات زمنية محددة، أسوأ بما هو متبع في كل دول العالم اللي هي بتشجع أو بتجذب الاستثمارات العالمية لبلد. فطبعا مصر بتقدم برضو نوع من التحفيز بموقعها الجغرافي، لأن برضو مصر لغاية دلوقتي ما عندهاش حتة الإعفاء الضريبي للاستثمارات الأجنبية في مصر حتى يومنا هذا، ولكن عندنا ميزة الموقع الجغرافي، وبالتالي مصر بتنافس بموقعها الجغرافي المميز عبر المنافذ المتعددة للممرات الدولية لعبور المواد النفط والخام والغاز الطبيعي. نعم. نعم. طيب دكتور مدحت، النهارده مهندس طارق الملا قال انه هيعلن عن طرح 3 مزايدات عالميه في مجال البحث والاستكشاف خلال 2023.
العام الحالي، هل يعني حضرتك شايف أو رؤيتك في أي أماكن؟ هل أماكن محددة؟ احنا طبعا عندنا اهم مناطق عندنا بالنسبه اللي هو احنا طبعا مصر بننظر الغاز الطبيعي كثروه قوميه كبيره، لذلك ومعظم الابحاث ومعظم الابحاث الجيولوجيه العالميه بتقول ان منطقه شرق البحر المتوسط وخصوصا اللي هي شمال البحر المتوسط ومصر بتعتبر منطقه غنيه جدا بالغاز الطبيعي، وبذلك نجد ان معظم الشركات العالميه بتسعى إلى الاستثمار في تلك المنطقة وهي منطقة شمال البحر المتوسط. نعم. في المياه العميقة، وبالتالي معظم الاستثمارات ومعظم الجذب الأجنبي للاستثمار بتكون في تلك المنطقة، لكن مصر برضو بتشجع منطقة البحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر. وعشان كده مصر قدمت تحفيز كبير جدا للشركات العالمية للبحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر كمنطقة واعدة برضو، وهي منطقة بكر لم يسبق لنا البحث فيها الحفر فيها بكميات كبيرة، وبالتالي بنقدم تحفيز فيهم ان احنا قدمنا لهم دراسات جيولوجية مساعدة عن طريق شركات عالمية قامت بتلك الدراسات الجيولوجية. نعم، ده يعزز الموقف بالزبط. او يسهل العمل بالضبط كده، تحفيز تحفيز. لان البديل ان هم هيكلفوا اموال كبيره جدا في عمليات الابحاث السيزميه والابحاث الجيولوجيه في المنطقه، فاحنا قدمناها لهم واديناها لهم كنوع من التحفيز. كنوع من التحفيز او كنوع من التعويض على فكره الضرايب، لكنها تحفيز اكثر من التعويض. بالظبط. تمام. طيب دكتور مدحت نهارده سياده الرئيس قال ان اكتشافات منتدى غاز الشرق المتوسط هتخفف ازمه الغاز في اوروبا. بص حضرتك، الاول نرجع الفضل لاصحابه الرئيس السيسي، خلي بالك نرجع تاني لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. نعم. وكان الرئيس السيسي هو اللي تولى عمليه اداره ملف الغاز الطبيعي في مصر بعد ما كنا في حاله يرسى لها وكنا في حاله استيراد الغاز الطبيعي بكميات كبيره. نعم. اختار الرئيس السيسي بنفسه ان هو يتفاوض مع الشركاء الاجانب، واستطاع ان هو يحل مواقف عديده جدا كانت محل خلاف بيننا وبين الشركاء الاجانب، واستطعنا من بعد هذه التعهدات اللي قدمها الرئيس السيسي بشخصه بنفسه ان احنا نحقق اكتشاف حقل ظهر، وثم نبدا كمان في تنميه الحقول اللي كانت مكتشفه وكانت متوقفه نتيجه العهد السابق. فبالتالي استطعنا ان احنا نصل الى هذا الحجم الكبير جدا من انتاجنا من الغاز الطبيعي. تمام. الرئيس السيسي النهارده لما احنا بنتكلم على منتدى شرق المتوسط ان احنا اصبحنا منطقه جاذبه، عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، فاستطعنا ان احنا عندنا قدره على تداول الغاز اللي موجود في الدول الاقليميه المجاوره لمصر، ان هي تعبر بانتاجها من الغاز الطبيعي لتصديره لاوروبا، اللي هو المطلب الهام جدا لاوروبا في الوقت الحالي. صحيح. لتعظيم وارداتها خارج نطاق الاتحاد روسيا، خارج روسيا، بالتالي منافذ أخرى بتمويل خارجي، واستطاعوا إن هم إن مصر تحقق أحد الأهداف الأوروبية إن إحنا نبقى مصدر هام جدا في توريد الغاز الطبيعي في أوروبا. وطبعا إن شاء الله مع الاكتشافات اللي أعلن عنها وزير البترول النهارده في 2023 ده ايضا هيساعد بشكل اكبر. بالظبط. بتكلم على التصدير. بالظبط، الاكتشافات الاخيره، اصل احنا مصر يعني لازم الشعب يعرف نقطه مهمه جدا، ان استدامه انتاجنا من الغاز الطبيعي باستدامه اكتشافات بصفه دوريه، واللي احنا ده بنشوفه النهارده اكتشاف حقل النرجس، واكتشافات اخرى هتتم قريبا جدا، سيتم الاعلان عنها في القريب ان شاء الله. ان شاء الله. فان شاء الله بهذا التنوع وهذا التوسع في اكتشافات الغاز الطبيعي بيعمل استدامه لانتاجنا من الغاز الطبيعي، استدامه لصادراتنا من الغاز الطبيعي، استدامه ان مصر تحقق عائدات دولاريه قويه ضخمه جدا تساهم بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري. ان شاء الله. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. مهندس مدحت يوسف. طيب عندنا أكتر من خبر، لكن خليني كمان أبدأ مع حضراتكم من وزارة التربية والتعليم. النهاردة وزارة التربية والتعليم
وده خبر كويس جدا على فكرة. أنا شايفة أن ده متابعة، أو أن احنا بنفكر في من خلال اللي بيحصل حوالينا احنا نأمن نفسنا إزاي جوه مصر. وزارة التربية والتعليم النهاردة وجهت خطاب مهم مديريات التعليمية بشأن إيه؟ بشأن تأمين منشآت الوزارة على مستوى الجمهورية ومواجهة التغيرات المناخية والتقلبات في الأحوال الجوية. بنتكلم من خلال أمطار، سيول، كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية زي الزلزال، إزاي الأبنية التعليمية هتشتغل. تروح تبص بقى، المفروض يعني تروح تتابع وتشوف إيه المدارس جاهزيتها عاملة إزاي، مستوى الأبنية هل هو كويس ولا مش كويس، هل في خلل. احنا هنا مش بنتكلم بقى علشان عام دراسي جديد، لا، بنتكلم وحاطين في الاعتبار ظروف أخرى، تغيرات مناخية وزلزال. أستاذ شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، مساء الخير أستاذ شادي. مساء النور أستاذ عزة، حياة لحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك أستاذ شادي. التعليمات اللي تضمنت التوجيهات اللي حضراتكم عملتوها من قبل الوزارة للمديريات عن كيفية التعامل مع التغيرات المناخية وأيضا الطبيعية زي الزلزال، قلت لهم إيه فند المفروض هيبصوا على إيه؟ وزي ما أنا قلت هم الجوابات يعني موجهة للأبنية التعليمية، مش كده؟ آه بالضبط يا فندم. هو طبعا الخطاب الموجه للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بيأتي في أعقاب الاجتماع عقد الدكتور رضا حجازي مع مدير المديريات يوم الأربعاء الماضي، نعم، لاستعراض الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية. والحقيقة إن التوجيه ده كان ضمن عدد كبير من التوجيهات والقرارات، بس توجيه ده جديد أول مرة. ده أول مرة، نعم. يعني هو بيستهدف في الأساس تكثيف نشر الوعي ما بين الطلاب في المدارس بماهية الكوارث الطبيعية، تكوينها إزاي، حالة حدوثها، إزاي بيتم التصرف، الإطار التنظيمي، العمليات الإخلاء، النزول على السلالم، الخروج من الفصول. يعني لازم الطلاب يبقى عندهم وعي وتدريب كمان على ازاي يعملوا الخطوات دي لا قدر الله في حاله حدوث اي حاجه طارئة، او مثلا او في حاله وجود سيول، امطار شديده، كارثه زي الزلزال او حاجه يعني لا قدر الله. يعني علشان كمان الطلاب يبقوا عندهم خلفيه واضحه ازاي يقدروا يتصرفوا، ما يتصرفوش بطريقه عشوائيه او حاجه، ازاي يبقوا منظمين، ازاي يتحركوا، ويبقوا عندهم ادراك ووعي طبعا مفهوم القصه ديت وبتحصل ازاي. فده الحقيقه يعني ده كان اجراء مهم واجه بيه الدكتور رضا حجازي خلال الاجتماع يوم الاربعاء اللي فات. تمام تمام. وبالتالي المفروض مع بدايه بقى الترم الثاني من الدراسه يبداوا يشتغلوا على كل التوجيهات معالي الوزير. طبعا طبعا، هو الخطاب طبعا وجه للمديريات، وبالتالي باذن الله ان شاء الله المديريات بتشرف على تنفيذه من خلال الادارات التعليميه المختلفه داخل كل محافظه. تمام. والحقيقه كمان استاذ عزه، يعني هو التوجيه ده كان ضمن عدد كبير من التوجيهات الخاصه بالاستعدادات للعام الدراسي للفصل الدراسي الثاني. كان من ضمنها طبعا التشديد على متابعه الغياب اليومي وانضباط سير العمليه التعليميه، التاكد من استلام الكتب مع اول يوم في الدراسه. طبعا حضرتك عارفه ان امبارح كان في بدايه في 12 محافظه على مستوى الجمهوريه، والنهارده تم استكمال باقي المحافظات. كمان كان في توجيه مهم من سيادة الوزير للمديريات خاص بالانتهاء من حركة التنقلات الخاصة بالمعلمين القدامى، علشان يتم البدء في تسكين المعلمين الجدد الخاصين بمبادرة 30,000 معلم. ده خبر هايل. اتفضل. يعني طبعا حضرتك المبادرة طبعا زي ما اعلنا قبل ان بعد الانتهاء طبعا من الاعلان الفائزين نتيجة المسابقة، صح؟ طبعا بيتم حاليا دلوقتي الاستعدادات للتواصل معاهم لتلقي تدريب لياقة بدنية وذهنية لمدة أسبوعين، وبعدين بعد كده دورة تربوية لمدة أسبوع، وبعدها على طول هيتم توزيعهم على المديريات. عشان كده الدكتور رضا كان حريص على إن أي انتقالات خاصة بالمعلمين القدامى من مكان لمكان أو من إدارة لإدارة أو من مديرية لمديرية يكون تم الانتهاء منها بالكامل، لتحديد الاماكن اللي فيها العدد اللي محتاجه. اللي محتاجه المعلمين الجداد عشان يتم تسكينهم فيها فورا على طول. طب تمام تمام. استاذ شادي،
التعامل مع هيئة الأبنية التعليمية للكشف عن سلامة المباني الخاصة بالمدارس، هل هنا بنتكلم على كود الزلزال ولا بنتكلم على إن المدارس دي ما فيهاش أي كسور، ما فيهاش أي شروخ؟ يعني مستوى المتابعة هيبقى تحت أي بند؟ هو الحقيقة أستاذة عزة، من بداية العام الدراسي تحديدا لحد دلوقتي، يعني هيئة الأبنية التعليمية قامت بمجهود ضخم جدا في مراجعة كافة المباني التعليمية والفصول الدراسية والمدارس على مستوى الجمهورية، تحديد المدارس والأبنية اللي تحتاج لصيانة كاملة أو شاملة، أو المدارس والأماكن اللي تحتاج صيانة بسيطة وتم تصنيفها فعلا وبدء العمل فيها، أو يمكن الانتهاء من العمل فيها كمان، مش بدء العمل فيها. الدكتور رضا حجازي كان من ضمن التوجيهات اللي وجه بيها برضو خلال الاجتماع اللي فات المراجعة الأخيرة للصيانات البسيطة في بعض المدارس لو كانت محتاجة صيانات بسيطة، يعني مثلا حاجات متعلقة بالصرف الصحي، أو حاجات متعلقة بالحمامات، أو حاجات متعلقة مثلا مثلا بالشبابيك، أو الحاجات الخاصة بالفصول. تمام. يعني لكن بالفعل هو في مجهود بذل خلال الفترة اللي فاتت في المراجعة لكافة المباني على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها طبعا، وتوزيع الطلاب اللي في المباني اللي هتحتاج لصيانه لمده طويله صيانه شامله، توزيعها للمدارس القريبه منها، وده تم بالفعل اوريدي. يعني خلاص هو حاليا دلوقتي يعني ما فيش حاجه محتاجه مثلا مراجعه معينه او محدده، الا لو حاجات محتاجه صيانه بسيطه فقط. يعني بنتكلم على مستوى الصيانات. تمام. بالضبط. استاذ شادي، استعدادات اللي قامت بيها الوزاره مع بدء الفصل الدراسي الثاني اللي بدا من امبارح او بدا من النهارده، وهنا بتكلم على الكتب، بتكلم على فيما يتعلق يعني بالطالب أو بالتلميذ، وأيضا بالمدرس، الأبنية خلاص والمتابعة والصيانة عرفناها. طيب هو بالفعل طبعا كان في توجيه مشدد من الوزير المنهج في تغيير مثلا في يعني طيب خلينا بس نتكلم على استلام الكتب. هي بدأت بالفعل مع بداية اليوم الدراسي أو الانطلاق الفصل الدراسي الثاني امبارح، والنهاردة تم تسليم الكتب للطلاب على مستوى الجمهورية بالكامل. كمان احنا بنتكلم على حضرتك برضو في مجموعات الدعم المفروض هيتم تجهيزها داخل المدارس. هنا مقسمة لشقين، مجموعات الدعم لصفوف النقل اللي هتبقى داخل نفس المدارس، ومجموعات الدعم اللي هتبقى للشهادات سواء الإعدادية أو الثانوية العامة. تمام. واللي تم في إطارها تجهيز من 3 لـ5 مدارس على مستوى كل إدارة تعليمية مجهزة بقاعات كاملة علشان يتم البدء فورا في تنفيذ مجموعات الدعم دي داخلها. وحاليا يعني هتبقى قريبا، معنى كده إنه مجموعات تقوية هتبقى قريبا باذن الله ان شاء الله، وطبعا هيتم نشر جداول بالمواعيد والاماكن. مفهوم. وكل حاجه داخل المدارس يعني. تمام تمام. طيب حاجه تاني ايضا كاستعدادات في طبعا طبعا خلينا يعني نتكلم. تقريبا كل المدارس هتستلم الكتب في خلال قد ايه الخاصه بالترم التاني؟ هو بالفعل بدا امبارح والنهارده، انا عارفه انه خلال الاسبوع الاول هيكون خلاص استلام الكتب بالكامل على مستوى المدارس بالكامل. طيب هنا يخليني أسأل سؤال أستاذ شادي، سؤالي الأخير لحضرتك، هل تم حجب نتيجة أي طالب ما دفعش المصاريف؟ بص حضرتك، هو طبعا بعد ظهور النتائج كان في بعض المدارس اللي قامت بحجب النتائج لعدم دفع المصروفات الدراسية. نعم. وكان الحقيقة يعني في رد سريع أو توجيه سريع من الدكتور رضا حجازي بعدم ربط إعلان النتيجة بالمصروفات الدراسية. تمام. على مستوى الجمهورية، وفعلا بالفعل المديريات التعليمية أشرفت على تنفيذ ده بشكل صارم جدا، وبقت تراجع كمان أي شكاوى بتيجي من أي مدرسة بتحجب النتيجة، بيتم على طول. كنت أنا بعتت لحضرتك كذا حاجة جات لي على صفحة البرنامج، ابن سينا كانت شكوى من أولياء الأمور. أيوة. حجبوا النتيجة بعض المدارس. أيوه فعلا اتحلت، كانت مدرسة ابن سينا واتحلت تاني يوم على طول. أشكرك. نعم. تمام. طيب بشكل عام بقى مفيش ما تمش حجب أي حاجة على نتيجة الترم الأول. أستاذ شادي، هو تقريبا ممكن
تصور ان انا بقول له اشكرك اشكرك على نهايه المكالمه، بس انا كنت اقصد اشكرك اشكرك على الاستجابه بالشكل السريع، وتاني يوم تم علاج هذه المشكله لاولياء الامور اللي كانوا بعتوا لي على صفحه البرنامج انه تم حجب نتائج اولادهم. استاذ شادي مع حضرتك استاذ، انا كنت بشكرك على الاستجابه السريعه لمشكله اولياء الامور اللي كانوا بعتولي على الصفحه، بشكرك طبعا للاهتمام. العفو استاذ عز. لا طبعا احنا اي شكوى بترد للوزاره على طول بيتم التعامل معها على الفور، ما بننتظرش، والتعامل معها بجديه، يعني بجديه شديده، يعني حتى على مستوى المحافظات بالكامل او اي اداره تعليميه في اي شكوى من اي مدرسه بترد الينا بيتم التعامل معها فورا. وانا هبعت لحضرتك لو اي حاجه جات لي على الصفحه. وفي النهايه ما فيش ولا طالب تم حجب نتيجته او تلميذ خلاص حتى لو ما دفعش المصاريف، يعني بالضبط بالضبط خلاص. يعني النتائج كلها ظهرت ونزلت المدارس كمان، يعني خلاص يعني ما فيش اي حاجه، الحمد لله كله عارف النتيجه بتاعته. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي زلط. زلزال موضوع لسه مستمر، اهتمامات الناس بالزلزال ما زالت مستمره. النهارده كان في زلزال بالمناسبه قويته 4.3 ريختر في شمال المغرب، وكمان كان في توابع هم بيقولوا عليه ارتداديه، احنا متعودين في مصر نقول توابع للزلزال الكبير اللي حصل في تركيا. النهارده كان في توابع 3.3 درجه ضربت الحدود التركيه السوريه. خليني ارحب على التليفون بدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لبحوث الفلكيه. مساء الخير دكتور جاد. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك واهلا بيكم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. هل التوابع اللي احنا بنقول عليها، متعودين في مصر نقول توابع، او الهزات الارتداديه لما تصل 3.3، ده رقم كبير ولا ده رقم عادي قياسا ببدايه الزلزال اللي حصل في تركيا اللي كان 7.8 تقريبا؟ ده رقم عادي جدا، وخاصة ان احنا في خلال الايام الماضية كان عندنا توابع قوتها بتوصل لستة وستة ونص وخمسة ونص، فكنا احنا وصلنا للقيمة اللي هي 3.5 او في اقل. ده مؤشر من خلال ايضا المتابعة الدقيقة بدأت قوة التوابع تقل تدريجيا وعددها ايضا يقل تدريجيا، والفاصل الزمني ما بينها يزداد. هذا مؤشر ان بدات الارض نسبيا تعود الى الهدوء، بالطبع تاخد يعني عدد من اسابيع، لكن هذا مؤشر ان الطاقه اللي كانت مخزونه وانطلقت بعد الزلزال الاول وتوابعه بدات تدريجيا في السكوم. نعم، يعني معنى ان درجات الزلزال التوابع للزلزال بتقل، معنى كده انه الارض بتعود مرة تانية لحالة ما قبل الزلزال، أو مسألة استقرار نسبي. بالضبط كده، استقرار نسبي. ويمكن عدد من المواقع والمعاهد البحثية أشارت لإزاحة القشرة الأرضية مسافات تصل إلى 3 متر. هذه أيضا يعني بتعود تدريجيا إلى مكان ليس لمكانها الطبيعي بالفعل بعد هذا العدد الكبير من الزلازل، سواء زلزال رئيسي أو توابعه. يكون هناك في نسبة من الكراستال ديفورميشن اللي هو تكسير في القشرة الأرضية، بيستمر عدد من السنتيمترات بالمقارنة إذا كان 3 متر أو 4 متر طبقا للبيانات والصور الجوية اللي تم التقاطها يوم الزلزال الرئيسي. طيب، وهذا أيضا مؤشر أن الأمور يعني تسير نسبيا إلى الهدوء. دكتور جاد، اتحركت 3 أمتار وقضبان السكة الحديد اتغير وضعها وبقت ملتوية أكتر منها مستقيمة، وأيضا جزر خرجت وانشقاقات في الأرض. عندما تستقر الأرض زي ما حضرتك بتقول بشكل مبدئي أو نسبي، معنى كده أن كل هذه التغيرات بترجع لوضعها الأصلي؟ الأشياء الصناعية زي قضبان السكة الحديد أو كده طبعا صعب أنها ترجع لوضعها الأصلي، لكن طبقات القشرة الأرضية إذا كان في جزر، مع أني مش متيقن أن هذا كانت معلومة صحيحة، لكن في بعض الدول اللي فيها زلازل
في أجزاء مائية بحار أو محيطات. بالفعل هناك بعض الجزء تظهر على السطح تعود نسبيا إلى موقعها الأصلي مما قبل. مما قبل مخلفة. والتحريك يعني 3 متر يعود بنسبة قد إيه إلى وضعه الأصلي؟ قد يعود بنسبة 90% أو أكثر قليل. لأن لدينا يعني مصاحب للنشاط الزلزالي نشاط لتحركات القشرة الأرضية أو بالإنجليزية ويعني كريستال ديفورميشن، يحدث تكسير وتهديم في طبيعة القشرة عندما تعود ليست إلى يعني معدلها أو طبيعتها الأصلية، لكن تخلف جزء من هذا التأثير وهذا الذي يسبب أو يكون إزاحة القارات زي ما تحدثنا مرارا عنه. بالمناسبة 3 متر دي يعني رقم بسيط في مثل هذا الزلزال، في دول أخرى يعني إزاحات تصل ل 30 متر. يا ربي. أتذكر زلزال اليابان 2011 كان بقوة 9.2، حدثت إزاحة ولكن كانت أسفل البحر 35 متر. يا سبحان لكن الله. لكن هذا متوقع في مثل تلك الظروف. ورجع بعد كده بعد الاستقرار بنسبة قد إيه يا دكتور جاد؟ في الغالب يعني زي ما قلت حضرتك العودة بتكون يعني فوق 90 في يعني الفاقد بيبقى قليل. بيكون قليل يعني جزء من السنتيمترات في زلازل كبيرة اللي هي يعني 8.5 و9 أو أيضا في مثل حالة زلزال تركيا. طيب الناس بتسأل هل الزلزال اللي حصل النهاردة في المغرب هل له علاقة بزلزال تركيا؟ لا ما فيش علاقة تماما، وإحنا متابعين مع أشقائنا سواء في المغرب المغرب العربي بصفة عامة، وفي خلال الشهور الماضية هناك عدد من الزلازل في بعض المدن الساحلية الجزائرية اللي هي قريبة من الشاطئ أو ساحل البحر المتوسط في منطقة جبال الأطلس وغرب الجزائر، دوما فيها نشاط زلزالي ولكن ليس من الدرجة التدميرية مثل ما حدث في تركيا. نعم. ليه الزلزال يعني بيزداد هذه الفترة في هذا التوقيت بالذات؟ لا هو المغرب تركيا يعني لا يا فندم، هو فلسطين امبارح طبقا للاحصائيات يعني الموجوده لدينا والبيانات خلال بيانات شبكة أمال الزلازل في مصر، البيانات لدى المراكز الدوليه التي نتعاون معها، المركز الاورو متوسطي، المركز الدولي، شبكات اقليميه اخرى نتعاون معها، الاحصائيات في معدلها الطبيعي فقط نتيجه ان زلزال كبير حصل في منطقه اصبح لدى المواطنين شغف أكثر من اللازم بالمتابعة، وكل الناس تصحى الصبح تروح للسوشيال ميديا زلزال توابع فين، مع طبعا عدد من الأخبار يعني مش عارف أسميها إيه، لكن أخبار ملتهبة، الحقوا زلزال في فلسطين، الحقوا ده في حد قال هيبقى في زلزال مدمر في البحر الأحمر، ده في فين حجيلك فيه ده، لسه حجيلك ده السؤال اللي جاي والأخير. طيب فالناس كلها يعني قاعدة متأهبة تسمع خبر الزلزال، لكن بمجرد ما يعني لو غيرنا المحطات كده وبدأنا نتكلم في الكورة أو كده هننسى الزلازل ومعدلاتها بتحدث بشكل طبيعي، مفيش حاجة غير استثنائية باستثناء بعض الزلازل من حين وآخر قوتها بتكون كبيرة نسبيا، إذا كان اللي حصل في تركيا أو من يعني أسابيع وأيام كان في إندونيسيا، ودول كلهم مالهمش علاقة ببعضهم على اساس ده النهارده يا اخوانا ده في تركيا، ده في المغرب، ده في اندونيسيا، لا يبقى الدنيا كلها مع بعضها، لا خلاص دي علامات القيامة ويعني كلام كتير ليس له اساس من الصحة العلمية. طيب دكتور جاد، التوابع اللي حصلت ما بعد الزلزال الاصلي في تركيا هل هي نفس التوابع اللي حصلت في سوريا؟ هو مركز الزلزال أو الصدع الذي حصل عليه الزلزال الرئيسي هو نفس الصدع شرق الأناضول، عندما تحدث التوابع تكون بامتداد هذا الصدع ليس تحديدا في نفس النقطة ولكن على امتداد الصدع، ولو يعني كان في فرصة وعرضنا للمشاهدين الخريطة اللي حدث عليها الزلزال وتوابعه نجد أن التوابع ومراكزها ترسم الصدع بدقة،
يعني كأنه مرسوم بمسطرة، التوابع متراصة جنب بعضها. وهذا في كلتا الجانبين سواء السوري أو التركي، لكن الأساس أنها في الجانب التركي لأن الصدع أساس أصلا في الجانب التركي. فالمقر الرئيسي للزلزال هو اللي بتحصل فيه توابع، الصدع الذي حدث عليه الزلزال وتوابعه. تمام تمام. طيب دكتور جاد، بعد تنبؤ، بعد ما صدق نبؤته عن زلزال تركيا العالم الهولندي، ايضا العالم الهولندي الخبر جايباه من جرايد مصريه، من مصراوي، بيتنبأ بزلزال في مصر. يعني هو قولا واحدا كذب المنجمون ولو صدفوا. هو هذا الرجل الهولندي ليس بعالم لا زلازل ولا جيوفيزياء، هو يشاع انه عالم فلك، والروايات التي استخدمها عن اقتران عدد من الأجرام السماوية مع الأرض إلى آخره قد تكون مصادفة، لكن حتى تاريخه وبرجوع لزمايلي وأساتذتي الفلكيين لم يثبت بالدليل القاطع مثل هذه العلاقة. قد تصدف توقعات أو نبوءة لكن ليس بالدقة مثل التنبؤ، وزي ما اتكلمنا مع حضرتك ودوما لا يوجد تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم، لكن هناك دراسات للتمنطق الزلزالي والنشاط الزلزالي، ومن خلالها نعرف منطقة محددة لها دورة عمرية 20 سنة 30 سنة 50 سنة بيحدث فيها نشاط زلزالي فوق المتوسط أو كبير نسبيا. وهذا لأي محلل إحصائي يستطيع دراسة تلك الأشياء. طيب دكتور جاد، بعيدا عن النبوءة أو التنبؤ، هل متوقع حدوث هاخد من حضرتك كلمة توقع، هل متوقع حدوث زلزال قادم في مصر؟ طبقا للبيانات التي يتم تسجيلها بشكل يومي للشبكة القومية للزلازل لا يوجد مؤشر أن هناك زلزال مدمر على الأقل في الفترة التي نستشعرها الأسابيع القادمة أي شيء من هذا القبيل. وإن كان احنا بنتابع عن كسب كل الأماكن اللي فيها نشاط زلزالي، أصبحنا نكثف عدد المحطات، هناك مراقبة مستمرة. وزي ما بنقول وبنكرر، سواء زلزال كبير أو صغير لن يستطيع أحد إيقافه، لكن مهم جدا. لا هنا يعني هنا حضرتك بتقول لي ما فيش توقع بخلال الأسابيع القادمة مدمر، يعني بتقول لي ما فيش توقع بزلزال مدمر، قلت كده للأسابيع القادمة. بالضبط، لأنه يعني الزلازل المدمرة بيكون ليها وخاصة في الأراضي المصرية من خبراتنا ودراساتنا التاريخية للنشاط الزلزالي. بيكون في مقدمات للزلازل الكبيرة. زي ايه مقدمات الزلازل المدمرة؟ زلازل مقدمة، زي ما بنقول توابع، في مقدمات تحدث قبل الزلزال الرئيسي. معظم الأماكن اللي فيها نشاط زلزالي في مصر تاريخيا بيكون في مقدمات لهذا الزلزال الكبير، زي ما حصل في منطقة شدوان سنة 69. أو المقدمات بتبقى توابع بسيطة، زي احنا بنقول التوابع ده لما تحصل بعد الزلزال الرئيسي. لكن في مقدمات قبل الزلزال الرئيسي بيكون زلازل صغيرة زي التوابع بس قبل الزلزال. فمن خلال التسجيلات الحالية لا تشير لوجود مثل هذه الأرقام، وبالتالي زي ما بقول لحضرتك في خلال الأسابيع المنتظرة القادمة، لكن كل شيء في علم الغيب وندعو الله السلام ونعم بالله. سبحان الله، بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي. سبحان الله، قالنا دكتور جاد انه بتعود الارض بعد الانشقاق بنسبه اكثر من 90%، وايضا يعني امور كثيره جدا بتعود الى شبه يعني ما قبل الزلزال، الا الارواح. سبحان الله، الارواح لا تعود الا الارواح. النهارده اليوم السابع تقريبا ولا الثامن من بداية الزلزال. لإمتى ممكن أو يستطيع الإنسان، هنا بتكلم علميا،
يستطيع الإنسان أن يكون حياً تحت الأنقاض. يعني لغاية امبارح تقريباً كان لسه في أحياء مصابين لكنهم أحياء بيتم إنشالهم من تحت الأنقاض، وقصص ليهم وحكايات. لكن البني آدم بشكل العلمي يقدر يقعد تحت الأنقاض قد إيه؟ يقدر يقعد من غير أكل قد إيه؟ يقدر يقعد من غير شرب قد إيه؟ من غير ماء قد إيه؟ يقدر يقعد قد إيه تحت الأنقاض؟ خليني أرحب معايا على التليفون الدكتور محمد عبد الهادي، عميد المعهد القومي للقلب. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. نور على حضرتك يا فندم وعلى السادة المشاهدين. أهلاً بحضرتك. أهلاً بيك دكتور محمد. أهلاً. دكتور محمد، لغاية امبارح كان بيتم إنشال أحياء، يعني عفواً أو إنقاذ أحياء من تحت الأنقاض. وكنا بنتكلم في اليوم الخامس أو السادس أو السابع. لغاية إمتى الإنسان، أنا هنا بتكلم بشكل علمي، يقدر يعيش تحت الأنقاض من غير أكل ومن غير مية؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أنا بمسي على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك. حقيقة في البداية دي يعني زي ما بنقول كده غضب الطبيعة، و ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتغمد عند غمة الضحايا برحمته، وبنعزي الأسر لا. الضحايا في الزلزال ده. الحقيقة دي كارثة طبعا كبيرة مروعة. احنا بس عشان نبسط الموضوع للناس، بمدة بقاء أو مقوس الإنسان حي تحت الأنقاض فترة قد إيه؟ ده موضوع كبير ومركب، لكن عشان نبسطه للناس ونقول له علاقة بإيه؟ له علاقة بعوامل كتيرة جدا، عوامل تتعلق بالإنسان نفسه، وعوامل تتعلق بالبيئة المحيطة اللي ظل الإنسان حبيس فيها تحت الأنقاض. يعني باختصار شديد أقول لحضرتك كده، نبسط الصورة للسادة المشاهدين. احنا بنقول رول أوف ثري، يعني أو قاعدة التلاتة. الإنسان يفضل تلات دقايق من غير هوا، مخه يقدر يستحمل تلات دقايق من غير هوا، دي القاعدة. تلات أيام من غير مية، تلات أسابيع من غير أكل. إضافة لكده أنه الإنسان علميا يقدر يفضل تلات أيام صاحي، ده علميا من غير ما يستخدم منبهات أو أي شيء. كلها تلاتات، كلها تلاتات. عشان كده أنا ببسطها، تلات دقايق من غير هوا، هوا من غير أكسجين. أيوة، تلات أيام من غير مية، من غير مية. أيوة، تلات أسابيع من غير أكل، تلات أيام يفضل صاحي، ممكن يفضل صاحي البني آدم. تمام. كل قاعدة يا فندم ليها شواذ. طبعا. يعني أنا هبتدي أمسك كده عنصر عنصر وأحلله بالراحة عشان أقرب الصورة للسادة المشاهدين. فضل. إنه الهواء، إحنا أول ما بيتوقف القلب عن العمل بيتوقف تدفق الدم للمخ، وبالتالي الأكسجين ما بيوصلش لخلايا المخ، تبتدي الخلايا دي تفقد الطاقة بعد ثلاث دقائق من توقف القلب. أيوه. في عوامل كتيرة جدا بتأثر في المدة اللي يظل فيها خلايا المخ عايشة، أو رجوعها للمعدل إنها ترجع تشتغل تاني تدريجي بصورة طبيعية. أيوه. ده بيختلف من شخص لآخر. في مقتبل العمر ممكن لو القلب توقف عن العمل وابتدينا نعمل مسألة الإنعاش القلبي، لو فضل ست دقائق الأكسجين قاطع عن خلايا المخ، ممكن خلايا المخ تبتدي تستعيد الوعي. لو الدم والأكسجين رجع لها مرة تانية. أيوة. وده بالتدريج، وممكن ما يحصلش ضرر دائم في خلايا المخ، وتبتدي تسترجع وظيفتها الطبيعية بصورة تدريجية بعد كده. القصة دي ممكن لقينا في بعض الناس، ممكن أقصى مدة اتسجلت في العالم كله بعد توقف القلب 15 دقيقة بالنسبة للمخ، وبعدين رجع تاني يشتغل، ولكن حصل ضمور وتلف في خلايا المخ بدرجات متفاوتة. أيوة. بالنسبة للعنصر التاني اللي احنا كنا بنقوله، انه تلات ايام من غير مية. أيوة. تلات ايام من غير مية، احنا الحقيقة طبعا المية دي بتشكل 50 إلى 65% من وزننا. يعني احنا جسمنا ده كله في 50 إلى 65% منه مية. أيوة. الحقيقة انه المية دي هي اللي موجودة معظمها في دم الإنسان، وده اللي بينقل الغذاء وبينقل الطاقة وبينقل الأكسجين وبيساعد في التخلص من السموم، وفي عوامل كتيره جدا مركبه بتتم على ذلك. لما تبتدي عمليه الميه تقل، او انا ما بشربش ميه لمده 3 ايام، بيحصل جفاف في الانسجه، تشققات في الانسجه، تراكم سموم، يبتدي حضرتك يحصل انه العناصر المهمه للعمليات الحيويه جوه الخليه تبتدي تتاثر. الفيتامينز نفسها بتتكسر، وخصوصا فيتامين بي المسؤول عن نقل الاشارات العصبيه وتفاعل الجهاز العصبي.
كل ده يا فندم يؤثر، يحصل كمان انه فشل كبد حاد، فشل كلوي حاد، كل بنسب، وده يؤدي الى اختلال ضربات القلب واعتلالها، ويؤدي الى ضعف عضله القلب، ويؤدي في النهايه الى تشنجات والى الوفاه. العنصر الثالث اللي احنا بنتكلم فيه الاكل بقى. الاكل لما نقول ان احنا نفضل تحت الانقاض او ممنوع عننا الاكل الثلاث اسابيع، مش القصه كلها هي هل حدث ده بالتزامن مع انقطاع الماء ولا لا؟ هل حصل انقطاع للماء؟ ده احنا بنتكلم على انقطاع كله يعني بقى دلوقتي. ممكن شخص يفضل حبيس تحت الانقاض لكن عنده مصدر للماء يقدر يشرب، عنده مصدر للاكل جنبه يقدر ياكل. تمام. فالعمليه تتفاوت جدا. اذا حصل انقطاع للطعام ولكن بدون الماء ممكن نفضل 8 اسابيع على فكره تحت الانقاض عايشين، ودي حاجه. فعشان كده لكن لو حصل التزامن انقطاع الماء والطعام مع بعض 3 اسابيع. الحقيقه اللي احنا بنقوله انه اول 8 ساعات من انقطاع الطعام، يعني انا امتنع عن الطعام، نسبه الجلوكوز في دمي مش بتتاثر كشخص في مقتبل العمر او كشخص اتمتع بصحه جيده. يبتدي بعد كده الجسم، لانه الجلوكوز ده بيجيلي من اخر وجبه انا كلتها، بيبتدي بعدها 4 ساعات يبتدي الجسم يدور على الجلوكوز من الكبد والعضلات، تمام، في صورة الجلايكوجين اللي بيكسره ويحوله الجلوكوز عشان يمد خلايا وأنسجة الجسم بالإيه؟ بالطاقة. فبرضه مستوى السكر في جسم ما بينزلش. بعد 12 ساعة يا فندم بيبتدي خلاص إنه مصادر الجلوكوز في جسمي تبتدي تقل، أدور عن سبحان عليها. الله بقى، كل اللي حضرتك قلته ده كل بني آدم وسنه وقدراته وكمان حسب الأمراض اللي دي حقيقة بتصيب. يعني أنا عايز أوصل لحضرتك معلومة بسيطة، إنه عشان كده العوامل المركبة. أنا هنا بتكلم دكتور محمد، عفوا بقطع حضرتك، لا تفضل. هنا بتكلم على أنه ده طبيعي يكون موجود، ما زالت ناس عندها أمل من خروج ضحايا أو عفوا يعني مصابين بس أحياء من تحت الأنقاض. موجود هنا بنتكلم صح. مش كده برضو؟ صح، لانه عارف حضرتك مثلا هدي حضرتك يعني واقعه شهيره من التاريخ وشخصيه شهيره زي المحاتما غاندي او الزعيم غاندي. فضل في سن 70 3 اسابيع من غير اكل، من غير طعام، يعني لما اضرب عن الطعام فضل 3 اسابيع عايش بدون طعام. تمام. فالمساله تختلف حسب سن الانسان، صحته، مناعته، ارادته، البيئه اللي ظل حبيس فيها تحت الانقاض، هل انقطع عنه الهواء تماما؟ هل انقطع عنه الطعام تماما؟ ده هل انقطع عنه الماء تماما؟ العلمي فيما عدا بيبقى استثناء، وده وارد جدا. بشكرك دكتور محمد عبد الهادي. بشكرك، شكرا جزيلا. سبحان الله على العمل. وقعه غريبه، بطلها دكتور مشهور في الغربيه، اتجوز 4 ستات، خلف 12 ولد وبنت. هو اتجوز، انجب 12 ابن بدون علم 2 من مراتاته لقبل كده. ازاي اكتشفت؟ اكتشفت واحدة منهم الامر من خلال رسائل على الفيسبوك. النهاردة المحكمة قضت المحكمة بحبس الدكتور الشهير. أستاذة نهاد أبو القمصان المحامية، مساء الخير أستاذة نهاد. مساء الخير، ازيك أستاذة عزة؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك، إن شاء الله بخير يا رب. إيه الزوج اتحبس ليه؟ علشان أدلى ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية. تزوير بالضبط، لأن المفروض إنه طبقا للقانون في حالة الزواج بأخرى على الزوج إنه يدي المأذون البيانات الصحيحة للزوجة الأولى علشان الزوجة المأذون يختارها. طب الرجالة بتتحايل على القصة دي ازاي لما بتيجي تتجوز جوازة تانية؟ بيدي بيانات غلط، فالمأذون بيختر وبيجيله لا إجابة، وخلاص يبقى كده المأذون عمل اللي عليه، والزوج هو اللي عليه المسؤولية القانونية والجنائية إنه أدلى ببيانات خطأ أو بيانات مزورة في وثيقة رسمية. تمام. وده اللي بالنسبة له العقوبة قد إيه تقريبا؟ بصي، هو التزوير عقوبته ده جنحة، وعقوبته توصل لثلاث سنين سجن، بس عادة ما بياخدش الثلاث سنين سجن، يعني عندنا أحكام كتير في الغالب بياخد سنة سجن. يعني ده مش الحكم بتاع الدكتور، ده مش حكم فريد من نوعه، هو يمكن شهير من غرابته، لأنه الحقيقة
انه حد يعني يعمل انه يبقى عنده 12 ولد وبنت حتى اخوات ما يعرفوش بعض. حد عايش لنفسه قمة الأنانية وملوش علاقة بأي حاجة، يعني حتى فكرة إنه يسيب ولاده بعد كده ما يعرفوش بعض، دول هيقطعوا بعض على الميراث، يعني يكتشفوا بعض كمان، كارثة غير يكتشفوا بعض. انت هتبص تلاقي بقى الكبير فيهم بيقطع في الصغيرين، او العكس لو الصغير مسنود بقى بعيلة والدته ولا بتاع، يعني احنا بنشوف كوارث الناس لو تعرفها انهم بيسيبوا لعنة على وجه الكرة الارضية في حالة ما انه ما بيكشفش امرهم تماما لحد ما بعد الوفاة، ونيجي نعمل اعلام وراثة بقى فنلاقي ايه يعني ايه يظهر بقى، يظهر بقى الكلام ده كله. ايوه، فالحقيقة الربط الالكتروني كمان في تطور كبير جدا فيه، وفي الاحوال المدنية النهاردة اي ست ممكن تاخد البطاقة بتاعتها تعمل كشف في الاحوال المدنية فتعرف كل حاجة. هو ده بقى ده كلام مهم لسبب بعد اذنك استاذه نيات، انه الناس طبعا مستغربه على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ازاي واحد عنده القدره وبقى عنده القدره انه يخبي جوازه 24 سنه. ايوه، لانه انت يا استاذه عزه كل شيء قبل كده كان بيبقى ورقي، فانت علشان تروحي تدوري لازم حد يكون صاحب مصلحه وياخد اذن من المحكمه، وبعدين يدور بقى في سنين قريبة، وبعدين لو ما لقاش في السنين القريبة يطلع في المحفوظات بتاع دار المحفوظات اللي في القلعة اللي هي فيها كل وثائق المصريين. أي، من اسكندرية لأسوان، فكانت بتبقى العملية صعبة جدا لفت ومعقدة. عارفة يقولك لفت أم العروس، مستحيل يوصلها. فكان سهل التزوير في الوثائق الرسمية، وفي الأول وفي الآخر المأذون بيخلي طرفه بانه يقول له والله اديني البيانات بتاعتك، فيتعهد انه هو مديله البيانات المضبوطه، خلاص المأذون عمل اللي عليه. تمام. النهارده يقدر راجل يتجوز على مراته ويخبي عليها سنه بيكشف، لانه الربط الالكتروني الحقيقه خلى كل شيء بيبان على الكمبيوتر. النهارده بقينا حتى اللي عايز يسال على عريس جاي لبنته، لو خد البطاقة بتاعته وراح كشف عليها في السجل المدني ولا كشف عليها في كمبيوتر، يعني عمل طلب رسمي بالكشف عليها، هيجيله بقى ده عنده ايه واوله فين واخره فين وعيد شجرة عيلته ايه، ولو كان عنده جنح ولا مخالفات ولا بتاع. يعني في نهضة عظيمة حصلت في السنتين الاخيرة. أيوة، في موضوع ربط كل شيء الكترونيا، وده أيوة هيسهل حاجات كتيره قوي. النهارده مثلا ناس كتيره بتقف في كمائن، وناس محترمه وعمرها ما عملت حاجه غلط تقف في كمين مثلا اللي هو بتاع المرور العادي. أيوة، فيطلب الرخصه، يطلب البطاقه بالذات على الكمائن الحدوديه، يعني اللي طالع على سينا، طالع من طبعًا محافظه لمحافظه. ودي حاجه مهمه جدا علشان الامن بقى. تفاجئي انه يبقى مهندس ولا دكتور ولا دكتوره ولا حتى اي يعني حد مواطن او مواطنه يفاجئوا ان عليهم مثلا جنحه بالغلط، فيعمل معارضه ويرجع يخلص الموضوع ده، يحصل فيه حاجه غلط ولا بتاع. زمان ما كانش الكلام ده بيبان خالص. طيب، النهارده بالبطاقه الشخصيه بقى يبان كل حاجه. طيب استاذه نهاد، سؤالي الاخير لحضرتك، لو زوجها شك في زوجها انه متجوز عليها تعمل ايه؟ تروح الاحوال المدنيه، تقابل مدير وحده بتاع الاحوال المدنيه وتديله البطاقه وتقول له انا صاحبه مصلحه، اكشف لي على الاسم بتاع الزوج ده. هيجيب يتوافق له بسهوله ولا ليها اجراءات؟ لا بسهوله، لان هي صاحبه مصلحه، هي نفسها، مش حد تاني. هي نفسها، انا صاحبه المصلحه هنا. اي حد تاني لا، يعني لو حد غريب لا، انما الابن او الابنه او الزوجه دول اللي هم اقارب الدرجه الاولى. تمام، فدول اصحاب مصلحه. تروح فين بقى وتعمل ايه؟ الاحوال المدنيه. الاحوال المدنيه اللي هي الابنه او الابنه او الزوجه، اللي بتطلع بيه منه شهاده الميلاد للعيال علشان تقدم لهم المدارس. هو ده اللي اسمه الاحوال المدنيه. ويقولوا ايه؟ بيطلبوا الكشف على شجره العيله او القيد العائلي. القيد العائلي، القيد العائلي في بعض الاماكن في الاحوال المدنيه بيقول لك لا، ده لازم الراجل مش الست. الكلام ده غير قانوني بالمناسبه، يعني ما عندناش نص في القانون بيقول ان المسؤول الوحيد عن استخراج شهاده قيد عائلي هو الراجل.
فأحيانا يغلسوا كده، بس لما بتبقى الست أو الولد أو البنت فاهمين يقدروا يطلعوا القيد العائلي. ومع ذلك يا ستي على سبيل الاحتياط الكل يعني زي ما بنقول في لغة المحاكم، إذا غلسوا تاخد ابنها أو بنتها معاها يطلعوا القيد العائلي. في الحالة دي تبقى المسألة أسهل. هيبان في بقى في كام زوجه على ذمه هذا الزوج، وساعتها ربنا يقدرهم بقى يتوافقوا يعرفوا بعض. يعني الفكره بالمناسبه هي ان زي ما بقول لحضرتك الناس ما بتبقاش عارفه خطوره الكلام ده، هو ابعاد وابعاده. احنا بقى بنشوف الحالات دي يوميا في يعني بعد عمر طويل بقى لما يحصل وفاه، بدءا من تقسيم، مش هقول لك ناس اغنياء ولا حاجه ستي، بدءا من تقسيم المعاش، في مكافاه معاش بتطلع لازم تطلع باجمالي الورثه، صحيح، فلازم يتعمل اعلام وراثه. بتبص تلاقي بقى في اعلام الوراثه دي مفاجآت مزعجه جدا يعني، وكوارث، وكل ما زاد الشيء اللي بيتخانقوا عليه كل ما بيزيد العنف المشاكل ما بين الاولاد أكتر. انما خلاص واحد متجوز، يا عمي انت ما عملتش حاجه غلط ومقتنع ان ده حقك وبالشرع، طب انت بتهرب منه ليه؟ ما انت لو مقتنع ان ده حاجه كويسه هتخلي ليه؟ واجه بالظبط، واجه وعرف ولادك ببعضهم وحاول تفهم تعيشوا حياه طبيعيه. الناس ما بقاش عندها الاحساس بالغدر، يعني في عيال تكره ابهاتها بعد الوفاه لانه يقول لك ده غدر بينا. ايوه ازاي يعمل كينا كده؟ ده حتى ده بيحصل بعد الطلاق مش بعد الوفاة حتى. صحيح، فكرة صحيح. انهم يكتشفوا انهم اليوم اخوات من خلال القيد العائلي. صحيح، الحل هنا هو البحث عن القيد العائلي لو زوجة شك فيه ان جوزها متجوز عليها وهي ما تعرفش. بشكرك شكرا جزيلا محامية الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. بشكر حضراتكم، شوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى، وإلى اللقاء.